تخيلوا كده ان احنا عندنا هنا في مصر حوالي 145 شركة تمتلك مصنع للدواء، وعندنا حوالي 11 شركة قطاع أعمال، وعندنا حوالي 22 فرع لشركات أدوية أجنبية، والسوق المصري بيعتبر من أكبر الأسواق لتصنيع الدواء في المنطقة العربية. وبرغم ده في كمية أدوية مغشوشة منتشرة في الفترة اللي فاتت مش بسيطة. الفترة اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم، مع انتشار فكرة شراء كمان الأدوية تحديدا ومستحضرات التجميل عبر الإنترنت، ناس كتير جدا اكتشفت أنه هذا السوق أصبح مساحة لانتشار الأدوية المغشوشة والمقلدة واللي بيتم تصنيعها خارج إطار منظومة الدواء في مصر. ببساطة شديدة ناس كتير اشترت أدوية سواء أونلاين أو من خلال منافذ مش مرخصة، واكتشفت بعد كده أن الأدوية دي مقلدة أو منتهية الصلاحية أو بلا فعالية، وده اللي أكدته هيئة الدواء في بيان ليها وأوضحت فيه أن الدواء المقلد قد يحتوي على مواد فعالة بنسبة خاطئة أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا تحتوي على أي مواد فعالة أصلاً، ويمكن ده أخف الضرر على فكرة. فما بالنا بقى لو الأدوية دي تسببت في أزمات صحية أو أكتر من كده لا قدر الله. في أسئلة كتير جداً لازم نسألها ولازم نتوقف عندها عشان نعرف إزاي نتعامل مع هذا الموقف. إزاي نعرف أن الدواء ده مغشوش أو مقلد؟ إيه الطرق الأسلم لشراء الأدوية ومن خلال مين؟ إزاي نقدر نتغلب على هذه المشكلة أصلاً؟ معنا دلوقتي دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، اللي هيجاوبنا على كل هذه الأسئلة. دكتور إسلام، نورنا في برنامج التاسعة. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ جمانه. اهلا بيك. طيب، واحنا بنتكلم عن الادويه المغشوشه ومستحضرات التجميل المغشوشه، خليني كده في البدايه اعرف منك ازاي بيتم الغش في ان كان الادويه او مستحضرات التجميل، بيحصل ازاي؟ هو طبعا يعني زي ما تفضلت في المقدمه الوافيه، يعني ان الدواء دي قنوات رسميه. اي دواء جاي من خارج القنوات الرسميه هيبقى دواء مش مضمون. طب يعني ايه قنوات رسميه؟ هو المفروض ان الدواء بيجي يا اما باستيراد فهو مستورد جاي من الشركه الام، او مصنع محليا بعد كده بيتم التصريح من هيئه الدواء، فبالتالي بعد كده بيروح للتوزيع وشركه توزيع معتمده، بعد كده بيوصل للصيدليه، بعد كده لغايه ما يوصل للمريض. دي القناه الوحيده الرسميه. لو حصل ان مثلا في تم الشراء دواء من بره شركات التوزيع الرسميه، وده للاسف ابتدى يبقى موجود في بعض الاماكن مثلا عن طريق مخازن، الله اعلم الدواء اللي موجود فيها جاي منين. سواء كان على فكره الدواء ده مهرب فهو لسه اصلي بس مهرب، او ان الدواء ده مقلد او مغشوش داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها، يظل هي نفس المشكله. يعني لان الناس برضه فاكره ان لو متهرب ودواء ده اصلي برضه ما فيهاش مشكله، لان ده مشكلته الكبيرة في التخزين، الله أعلم متخزن إزاي. الدواء اللي بيتغش هو زي ما تفضلت، يا إما بدون مادة فعالة، يا إما بمادة فعالة أقل، أو للأسف أوقات لأن الأماكن اللي بيتم فيها غش الدواء ممكن تكون أماكن مش معقمة، فتبقى الدواء نفسه ملوث وبالتالي ممكن يؤدي لأضرار. لا، هي فكرة المادة الفعالة كمان يا دكتور هي بيكون ليها كمية معينة، لو زادت أو قلت فيها مشكلة. المعامل عموما اللي موجوده جوه مصانع الادويه بتقيس المواد الخام والمواد الاوليه او اللي بيطلق عليها الاي بي اي بالجرام، فبالتالي طبعا الاماكن اللي بتغش الدواء ما بيبقاش عندهم الامكانيات ديت، فبيحطوا اي ماده فعاله وغالبا بتحط اقل. فحتى لو كده هي نسبه الشفاء نفسها حتى لو الماده الفعاله اقل هتبقى اقل من المنبغي. الحاجه المهمه كمان ده لو مضاد حيوي، انا لو اديت للمريض نسبه من الماده الفعاله اقل انا بعمل له مقاومه للمضاد الحيوي، وده يخليه بعد كده جسمه يتعود عليها فما يخفش حتى لو خد مضاد حيوي اصلي بعد كده. هي النقطه كلها هو المنظر للدواء، ازاي نتاكد ان هو جاي من القنوات الرسميه. طبعا صحيح، دي نقطه مهمه. العلب نفسها اللي موجوده، مبدئيا انا بروح لصيدليه معتمدة، أنا عارف الصيدلية، عارف الصيدلي إن هو فيها صيدلي مش حد تاني. النقطة المهمة إن هي مترخصة، العلبة عليها تصريح وزارة الصحة، شكل العلبة الخارجي ما فيهوش مشكلة في الطباعة، ما فيش دواء بيطلع من مصنع سواء محلي أو مستورد فيه مشكلة في الحبر أو إن الحبر يبقى سايح أو إن العلبة يبقى شكلها متبهدل. ما فيش شريط يبقى عليه الكتابة مثلا ممسوحة، أو حتى مكان الإكسبايري مش موجود. دي أكتر علامات المهمة، ولكن طبعا ممكن يبقى التقليد او الدواء اللي مغشوش في حد ذاته هو متقن الصنع، خصوصا في الفتره الاخيره ابتدى يبقى في شويه ادويه متقنه للصنع. اللي بيقدر يكتشف الموضوع ده هو الصيدلي اكتر،
لذلك فكره ان انا بشتري الدواء لازم من خلال صيدليه وصيدليه موثوق فيها هي الاساس. ما اشتريش الدواء من الشارع، ما اشتروش اونلاين زي ما حضرتك تفضلتي، ما اشتروهوش من مثلا حد تاجر او من مخزن مباشره. دي اهم حاجه للمواطن عشان ما تدخلوش في سكه ازاي يمسك علبه وتاكد ان هي مغشوشه او لا، لان ده هيبقى صعب على المواطن العادي الغير متخصص. طب دكتور اسلام، بالنسبه للمصطلح بتاع اصل الدواء ده مستورد، دي نقطه مهمه. احنا عندنا كذا مرحله ممكن تخلي الدواء غير فعال او لا قدر الله يبقى مؤذي مرحلات ثانيه، منها ان الدواء نفسه يبقى اتخزن غلط. احنا بنتكلم ان حتى لو انت شاري دواء من الصيدليه وما هوش مستورد اي حاجه وسبته في العربيه زي ما كلنا بنعمل مثلا في الشنطه ساعتين ثلاثه ومشيت، ده غالبا تخزينه خلى فيه ضرر في الدواء والماده الفعاله. ما بالك بقى بدواء مستورد، الله اعلم هو دخل اصلا جوه الاراضي المصريه ازاي؟ اوقات بيبقى العلب الدواء نفسها متخزنه في عربيات لوري، متخزن في الشمس، بيقعد اوقات بكذا يوم في الشمس، فبالتالي الدواء ده بتخزينه الخاطئ حتى لو كان مستورد وغير صالح للاستخدام. الاحسن ان انا اجيب فقط دواء متصنع سواء بره او جوه مصر، متصرح عليه من هيئه الدواء المصريه فقط وعليه رقم التسجيل جوه الاراضي المصريه. طيب ده يمكن اللي احنا بنحاول نوعي الناس بيه واللي احنا بنحاول نشرحه، لكن لو هنتكلم عن دور الرقابي، ازاي يمكن ضبط الاسواق ان كان من هيئه الدواء او باي شكل من الاشكال؟ طبعا هو في كذا حاجه بتتعمل ومجهود من هيئه الدواء المصريه خصوصا الفتره الاخيره، ان احنا عندنا صيدليات محتاجين نتاكد ان الدواء جوه الصيدليات هو ما فيهوش مشكله. بره الصيدليات دي مسؤوليه مجتمعيه، مسؤوليه المواطن، هو محتاج ما يشتريش غير من بره، ما يشتريش غير من جوه الصيدليات. جوه الصيدليات هي طبعا التتبع، حاجه بيسموها التراك اند تريس، هي طبعا فكره من اول ما ان انا فقط ابقى عارف ان الباركود اللي موجود على العلب جاي منين او مصنع ازاي. انا مثلا لو مستشفيات حكوميه والصيدليات الحكوميه هو كلها بتبقى جايه بالتراك اند تريس من هيئه الشراء المحاسب، لو براها برضو في الكود اللي موجود، الباركود اللي موجود على العلب، هيئه الدواء بتعرف التشغيله نفسها، العلبه نفسها جايه منين رايحه فين. رقم التشغيله ما بيتغيرش من علبه لعلبه، سوري، بيتغير من علبه لعلبه، فبالتالي اقدر ان انا اتتبعها. طبعا في بلاد سبقتنا في موضوع التراك اند تريس، ان بقى في على كل العلب كيو ار كود، يعني الكيو ار كود اللي موجود ده محدد لكل علبه لوحدها، اول ما الصيدلي او المواطن بيفتح بس الكاميرا ويبص على الكيو ار كود بيطلع له بيانات العلبه دي اتصنعت مثلا في المانيا، بعد كده تم استيرادها بواسطه شركه كذا، دخلت بعد كده في المخزن الفلاني وخرجت على الصيدليه الفلانيه. لو اتكرر نفس الكيو ار كود من علبه لعلبه، عشان لو حد قال ما ممكن يدور كيو ار كود، بيبان على السيستم الحكومي ان يعني العلبه دي اتباعت قبل كده، فينزل بعد كده اوتوماتيك التفتيش على المكانين ويعرفوا انهي علبه اللي كان فيها تقليد ويتم عمل ضبطيه. الكيو ار كود هي فكره ممكن يتحط عليها بيانات ارشاديه للمواطن، ممكن بعد كده يتحط عليها الانسرت ليست اللي هي النشره الداخليه للدواء، ويقدر ان هو يقراها من على كيو ار كود، اسهل من الفونت اللي بيبقى صغير دايما في النشره الداخليه، ونحل بيه مشاكل كثيره. الفكره دي اتطبقت في دول المجلس التعاون الخليجي في كذا دوله، ومتطبقه في اوروبا، ومتهيألي يعني اللي في طريقها ان شاء الله ان هي تتنفذ في مصر هتحل مشكله كبيره في فكره تقليل الدواء. الحاجه الثانيه المهمه هي فكره المخازن المصرحه. يعني احنا عندنا الموزعين الرسميين اللي موجودين جوه الدوله ان هم يقدروا يوزعوا دواء. مش المفروض ان يبقى في اي مخزن بيبيع دواء غير مرخص. دي طبعا اللي متهيألي محتاج ان احنا يبقى من موضوع الرقابي لينا فيها وقفه كبيره، يعني ان لا يتم تداول الادويه الا من خلال شركات التوزيع المعتمده للصيدليات فقط، مش لاي منفذ اخر. دكتور سام، اخيرا هسال حضرتك عن معلومه بيتم تداولها، انه الدواء بعد الاكسبايري ديت او انتهاء الصلاحيه ممكن نستخدمه لمده 6 شهور. هو كل دواء ليه فتره سماح بعد الصلاحيه مع شرط حفظ العلبه في مكان حسب الجايد لاينز او حسب الارشادات بتاعت التخزين. فده لا يسري على كل الادويه، في ادويه بيبقى الاكسبايري ديت اول ما نفتح العلبه بسبع ايام فقط زي الاثارات، في مثلا لازم تستخدم في خلال 3 4 ايام، وفي اللي ينفع افتح العلبه ويبقى جواها في شريط مفضل مثلا، ده لو انا شلت الشريط من جوه الشريط المفضل وتعرضت للشمس الدواء نفسه باظ. فشرط الاكسبايري ديت او شرط انتهاء الصلاحيه هو سلامة التخزين. لو اقدر نمد بعد الصلاحية لست شهور، ده لازم تبقى الشركة الام هي اللي مدية تعليمات انها ينفع
مع سلامه الحفظ فقط. فانا من نفسي ما اقدرش اعمل كده. في ادويه بعد الاكسبايري ديت او تاريخ انتهاء الصلاحيه فقط بيقل مستوى الماده الخام او الماده الفعاله الموجوده جوه. في ادويه تانية ممكن تبقى مضره مش المفروض ان انا اخدها. اللي يحدد كده هي الشركه المصنعه فقط مش اي حد تاني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء.